السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات عيدة أم سيف. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. كاقتراح وجبة عشاء بلي بات بلا صوص طوماط اللي غادي ما غنقدمهاش لكم، أنا غتقدمها لكم بنت أختي. ندوزو للطريقة والمقادير على بركة الله. بالنسبة لي بات صوص طوماط، عندنا نص كيلو ديال لي بات، أنا درت نص كيلو ولكن على حساب أفراد العائلة. عندنا لا صوص طوماط، عندنا زيت العود، عندنا بصلة مشلضة، ربع كيلو ديال الكفته، عندنا ثومه بودغ، عندنا الربيع، جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك، شامبينيون فري، فروماج غابي، عندنا تقريبا نص معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال التحميره وكنور. بالنسبه للطريقه، درنا بعدا لي بات تسلق، غناخذو مقله غنديرو فيها شويه ديال زيت العود، غنديرو ديك البصله ديالنا اللي شلدنا، غنديرو شويه ديال الثومه بودغ تقريبا نص معلقه، غنديرو شويه الملحه، غنديرو شويه البزار وغنحركو هادشي مزيان ونخليو البصله تذب علينا. بما ان هاد البصله ديالنا تشحرات كنزيدو ليها داك الشامبينيون فخي ديالنا وكنخليو حتى هو يتشحر لينا شويه. من بعد ما هاد الشامبينيون ديالنا فخي تشحر لينا غنزيدو ديك ربعه ديال الكفته غنخليوها حتى يطيب لينا مزيان. من بعد ما تشحرات لينا البصله والكفته والشامبينيون غنزيدو ديك لاصوص طوماط ديالنا، غنزيدو جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك، غنزيدو ديك الملحه والتحميره والبزار اللي كانوا بقاو لينا، وغنزيدو داك الربيع. غادي نحركو مزيان هاد العصوص ديالنا حتى طيب، وغنضيفو شويه ديال الماء سخون. من بعد ما صفيت لي بات ديالي غنزيد عليهم شويه ديال زيت العود، وغنزيد عليهم كنور، وغنزيد عليهم شويه ديال الثوم، وهاد الثومه كتبقى اختياريه. من بعد ما وجدات لينا لي بات ديالنا ولا صوص طوماط كنخلطوهم. من بعد ما خلطنا هاد لي بات ديالنا كنخليوه واحد 5 دقائق فوق البوطه ونتلاقاو مع الشكل النهائي. من بعد ما الطبق ديالنا وجد كنديروا ليه الفرماج غوج، كنزينوه بشويه الربيع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال لي بات ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك ولي كومونتير كيف العاده. وبالصحه والراحه، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.